مساء الخير. صفة المثقف الشامل تصح في ضيفنا الذي أمضى سحابة العمر دارسا باحثا مؤلفا وساعيا للإضاءة على ما في موروثنا الفكري والأدبي من لقيات ثمينة نادرة، مؤسسا ما أسماه الأدب المعرفي والعرفاني، مستدعيا ما في الإرث الصوفي والعرفاني الإسلامي من مسالك ومنافذ تمثل نموذجا مشعا لتلاقي بني البشر على اختلاف دياناتهم تحت سماء الله الواسعة الشاسعة، كل ذلك من خلال روايات شيقة تستلهم حكايات وقصص كبار المتصوفين على مر حقبات تاريخية مختلفة. بيت القصيد، بيت المبدعين العرب، يسعد باستضافة الروائي والشاعر والباحث المغربي البروفيسور الدكتور عبد الإله بن عرفة. أهلا وسهلا فيك، شرفت. أهلا وسهلا أستاذ وهبي، وأنا لي الشرف أن حل ضيفا في هذا البرنامج الذي هو كما قلت برنامج كل المبدعين العرب، وعن استحقاق وجدارة. الله شكرا لك. شكرا، معتز برأيك، ودائما نحاول، يعني بنقول نحاول أن نسلط الضوء على كل التجارب اللي مثل حضرتك، تجارب مضيئة. بس خليني هيك أبدأ قبل ما نشوفك بعلامة فارقة من حفظك باكرا للقرآن الكريم. نعم. أي أثر يعني هذه العلاقة منذ الطفولة مع القرآن قراءة وتجويدا وترتيلا؟ نعم، أنا أظن أنه القرآن هو ثقافة ثقافة كبيرة جدا أولا. نعم. لأنه الإنسان يتعلم كل شيء في القرآن. الشيخ اليازجي وكان مسيحيا، نعم، كان ينصح الأدباء العرب المسيحيين لما يطلبون اليازجي، نعم، يطلبون منه النصيحة في كتابة الأدب، كان يقول لهم اقرأوا القرآن واحفظوا القرآن، وكان هو يحفظ القرآن. نعم. بالتالي هذا الاشتغال على النص القرآني ومجاورته منذ الصغر ربما هو ما أنا عليه اليوم، هذا من أسباب هذا اللقاء. نعم. وإحنا كنا نحفظه في الألواح، لأن كنا نردد، وشيوخنا كانوا يقولون ما نزل من اللوح لا يحفظ إلا في اللوح. نعم. والمفارقة أنك يعني حفظت القرآن في مكان له دلالة وله مكانة تاريخية، هو بيت. نعم. لسان الدين بن الخطيب. نعم، الفيلسوف. نعم. والشاعر الأندلسي. نعم، الذي ربما هو الذي يلخص الأندلس، قصة الأندلس. نعم. يلخصها هذا الرجل، كان رجلا مشاركا في كل العلوم والفنون، كان وزيرا وسياسيا ومؤرخا وطبيبا وشاعرا وأديبا، كل هذه الأوصاف اجتمعت فيه. فأنا درست في بيته، وزوجته مدفونة في هذا البيت، ولما كنا نحفظ في هذه الألواح، لما كنا نمحيها كل يوم، نمحي نحفظ توم أو ربع، فكان مداد هذا المحو يمشي يسقي قبر هذه السيدة. فنبتت هذه العلاقة الشخصية مع لسان الدين بن الخطيب، ولهذا خصصت له رواية هي رواية حول ابن الخطيب، وصدرت سنة 2011. لأنه كان يعني ليش في هذا المكان بالذات؟ كان قريب على بيتكم بنفس المدينة اللي ولدت فيها حضرتك؟ نعم، أنا أسكن في مدينة سلا التي. نعم. قيل فيها سلا كل قلب غير قلبي ما سلا، أيسلو بفاس والأحبة في سلا. فكنت على بضع خطوات من هذا البيت الذي كان يسكن فيه ابن الخطيب، وهو لما توفيت زوجته أوقف أوقافا من. نعم. يجعل هذا المكان مسجد فيه الصلوات الخمس ويتلى فيه كتاب الله، فأنا حفظت القرآن في هذا المسجد، وطبعا هذه العلاقة الجميلة. وكنت أول طفل تظهر على التلفزيون مرتلا للقرآن. أول طفل يرتل القرآن طبعا، لأن من قبل كانوا شيوخ. نعم. فكنت أول طفل في نهاية السبعينات، طبعا سجلت حصة من سورة الفتح في 77 على ما أظن، وكنت لسه صغير جدا. نعم. ولكن الحمد لله هذا شرف لي أن أكون أول طفل مغربي يسجل حصة من القرآن في التلفزة المغربية. نعم. اسمح لنا قبل ما نتابع الأسئلة يعني ثم نغوص في عالمك العرفاني، نراك ونسمعك في علامة فارقة. شكرا. العربية هي وطني، اللغة العربية هي الوطن الذي يسكنه الكاتب،
كائن حي ليست كائنا ميتا. وحينما ينخرط الإنسان أو المبدع في هذا الكائن بكل أحاسيسه ومشاعره بكل إدراكاته العقلية والروحية فإنه يعيش تجربة وجودية كبيرة بامتياز، وسيلة تواصل كسائر اللغات، ولكنها إلى جانب ذلك هي لغة حياة ولغة وجود ولغة معرفة. علم الإنسان هو علم الوجود بصفة عامة، لأن الإنسان له هذه الميزة الخاصة أنه له جمعية، هو ما يمكن أن نترجمه ب يونيفرسال. هذه الكونية تتحقق في الإنسان لأنه ينوب عن سائر الموجودات، عن سائر المخلوقات، وبالتالي الاهتمام بالإنسان هو اهتمام بالوجود في حقيقة الأمر، لأنه إذا اهتم بالإنسان اهتم بسائر الموجودات. الرواية التي أكتبها فيها شعر، فيها مقامة، فيها حكاية، فيها حوارات متعددة، فيها أشكال قديمة وأشكال حديثة، فهذا التعقيد الذي نعيشه في الحياة الرواية أقدر على نقله إلى القارئ المعاصر. ولهذا أظن أنه اليوم الرواية سوقها رائجة لهذا السبب. المثقف اليوم هو يطرح قضية الالتزام، الالتزام في الإبداع، الالتزام ليس أن يكون فاعلاً سياسياً كسائر الفاعلين السياسيين، ولكن أن يكون له التزام وجودي من القضايا التي تطرح على أساس أن يوظفها توظيفاً جمالياً في إبداعه، لا أن تكون تعلة أو مبرر لكي يطرح مواقفه السياسية، وإلا ما الفرق بينه وبين السياسيين أو غيره؟ هذا عالم عربي شاسع جداً، ولهذا هذا الوسع في الجغرافيا يجب أن يصحبه وسع كذلك في الاهتمام بهذه القضايا التي تؤرق العالم العربي من مشرقه إلى مغربه. وأظن أن على المثقف أن ينخرط بشكل إيجابي في كل هذه القضايا، وأن يكون هو الضمير الحي الذي يذكر للناس كل هذه الهموم وكل هذه الأحزان، وأن يبعث فيهم الأمل. أنا كتبت في العرفان لأنه رحلة في المعرفة، يتوحد فيها العارف والمعروف، وثمرة هذه الرحلة اللي هي المعرفة. سلى كل قلب غير قلبي ما سلى، أيسلو بفاس والأحبة في سلى. طبعا سلى هي مدينتي، هي جوارة الرقراق، ولكنني أعيش بين مدينتين يخترقهما نهر أبي رقراق، فأنا أضع رجلا هنا ورجلا هناك، ولكنني أحب المدينتين معا. موطني هي لغتي، هي التي تمكنني من أن أسافر عبر العوالم الممكنة وحتى العوالم التي هي غير ممكنة، ولكن الخيال الخلاق يسمح بأن يتخيلها الإنسان. هذا هو وطني، وطني هو الوجود كله، ما أنا إلا حرف يشتهي هذا الوجود. الإيمان لا يستقيم إلا مع العلم، الإيمان هو تصديق، والتصديق يحتاج إلى علم بهذا التصديق، ولهذا التصوف هو تجربة روحية وتجربة إيمانية، العرفان هو تجربة روحية ولكنه تجربة معرفية وعلمية. بيت القصيد هو الواحد الذي يبحث عنه الإنسان حينما يتوحد مع جميع المخلوقات. المشكلة الكبرى في الوجود اليوم هي التشظي، هي التوزع، ونحن نحتاج إلى هذا التوحد كي نبحر في هذه القصيدة التي تبحر في هذا البحر الذي لا ساحل له. والشعر والرواية والأدب بصفة عامة يسمحان بذلك. ملخص جميل. سنعرج على يعني من خلال الأسئلة على ما تفضلت به. بس حضرتك يعني خريج جامعة عريقة هي السوربون بفرنسا، باحث في العلوم والفنون والأدب واللسانيات والتاريخ، ما الذي أغواك في يعني عالم التصوف والعرفان وهذه الرحلة في المعرفة كما أسميتها؟
طبعا هو أولا في سيرة كل إنسان ما يفسر ربما بعض الاختيارات التي تأتي لاحقا. طبعا هذه المدن التي ذكرنا ومنها مدينة سلا التي عشت فيها هي مدينة تراثية بامتياز وتزخر بتراث عظيم، وفيها هذه الزوايا المنتشرة التي هي محاضن لكل هذا التراث، التراث الروحي بأشكاله الفنية والموسيقية والأدبية والعرفانية الفلسفية، كل هذه الأشياء حاضرة في هذه الزوايا. وكنا نتعلم أهم شيء في هذه الزوايا، كنا نتعلم الأدب والوسع والرحمة. طبعا شو حلو أنه يكون مكان له طابع ديني، مكان يعني للدين في نهاية المطاف، وأن يعلم هذه الأمور في زمن نحن اليوم أحوج ما نكون لهذه لهذه المسائل. إحنا حاولنا أن نعزل بعض الناس، حاولوا أن يعزل الدين عن الحياة وأن يجعلوه سياسة فقط. الدين ليس سياسة، فيه طبعا تدبير للشأن العام بصفة عامة واهتمام بالشأن العام، لما نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا اهتمام بالشأن العام، لكن فيه أشياء كثيرة جدا، لأن هذا ارتباط بالوجود والوجود القديم، هذا الارتباط يجعل من الإنسان ضميرا حيا يضج بالحياة، يضج بالرحمة، بالوسع، يقبل المختلف. طبعا اليوم نحن نضيق بأبسط الآراء للأسف. لماذا؟ للأسف هذا ليس دينا، هذه إيديولوجيا. سنعود إلى هذه النقطة، ولكن مشروعك السردي العرفاني، يعني إلى جانب كتبك وأبحاثك لديك روايات عديدة، معظمها اليوم صدر عن دار الأداب في بيروت، عن ابن عربي، عن الجنيد، عن خنافة، عن طواسين الغزالي، يعني روايات أنا أدعو يعني مشاهدينا للإطلاع عليها، لأن روايات جميلة ومعرفية بنفس الوقت. شو هو هالمشروع خصوصا أنك تبدأ، يعني العديد من الروايات عندك تبدأ ببيان أدبي؟ نعم. باختصار ما هو مشروعك السردي العرفاني؟ والله هذا المشروع هو مبني انطلاقا من فواتح الصور القرآنية. عدد هذه الفواتح 14 فاتحة، وهي على أوضاع 5، مفردة وثنائية إلى خماسية. طبعا احنا على يعني مثل أعطي مثل يعني مثل ألف لام ميم أو كاف هكذا. آء عين صاد، هذه الفواتح قاف نون صاد ألف لام ميم إلى غير لام راء إلى غير ذلك. أنا خصصت لكل فاتحة من هذه الفواتح رواية وقرن من الزمان وقامة روحية وفكرية، بمعنى في المحصلة الأخيرة ستكون لدينا موسوعة أدبية روائية عرفانية عن التاريخ العربي الإسلامي منذ ظهور الإسلام إلى اليوم، انطلاقا من هذه الفواتح التي هي مفاتيح لقراءة هذا التاريخ. كم صاروا ضمن المشروع؟ كم صاروا الآن؟ 10 روايات. آخر خنافة. اللي هي سيدة. هي سيدة وهي أم السلاطين. مثلا الدولة التي تحكم المغرب وهي الدولة العلوية الشريفة، هي هذه السيدة طبعا جل ملوك هذه الدولة هي جدتهم. وهي سيدة عالمة وكانت تراسل ملوك أوروبا وراسلت لويس 14 وغير ذلك، امرأة عالمة ولها تقريرات على كتب ابن حجر العسقلاني، فسيدة حقيقة كان لها دور كبير. وأنا خصصت لها هذه الرواية وهي رواية لكل النساء بصفة عامة. على كل حال أنا كثير من أصدقائي على السوشيال ميديا بيسألوني بأنه بشو بنصحهم يقرأوا، فاليوم بقول لمشاهدينا أنه قراءة رواياتك قراءة ممتعة جدا، يعني اقرأوا روايات الدكتور عبد الإله بن عرفة، روايات يعني تأخذنا في رحلات مش برحلة واحدة، عبر التاريخ، عبر التصوف، عبر قصص حب أيضا. هل هي استعادة لسير كبار المتصوفين أم قراءة لعالم أوسع من سير الأشخاص نفسهم؟ حضرتك تفضلت وذكرت البيانات الأدبية، لهذا أنا أكتب هذه البيانات حتى أميز بين شيئين. هناك رواية، هناك سرد تاريخي وشخصيات تاريخية موجودة في هذه الروايات، لكن بجوارها هناك سرد لا تاريخي عرفاني، هناك حبكة عرفانية، هناك زمن عرفاني هو الذي أشتغل عليه، وهو يتعلق بتلك الفاتحة النورانية، بمعنى أن الشخصيات التي أشتغل عليها هي ترجمة
وظهور وتحقيق للفاتحة النورانية. يمكن أن يكون هذا الشخص كما يمكن أن يكون شخصا آخر، ولكننا نستلهم من هذه العلامات البارزة النورانية في تاريخنا المشرق نبعث الأمل، حتى الناس يعرفون بأن هذا التاريخ لم يكن فقط تاريخ كوارث ومآسي. لما نقول عرفان، نعم، شو يعني إذا بدنا نفسر، نعم، بهيك بنوع من البساطة، نعم، للشريحة الأوسع من، نعم، الناس اللي طبعا مش مطلعة على الفكر الصوفي والعرفاني؟ طبعا المعرفة دائما مسبوقة بجهل، نعم، دائما. أنا لم أكن أعرف الأستاذ وهبي والآن صرت أعرفه، إذن كان هناك جهل مسبق. علاقتنا مع الوجود هي علاقة جهل ومعرفة، معرفة. فحينما نعرف الشخص هذا معرفة أولى تؤدي إلى المحبة، تثمر المحبة، يصير محبة بيننا. هذه المحبة كذلك تنتج معرفة ثانية غير المعرفة الأولى، ولكن هذا يحصل إذا وقع فناء في المعرفة. عرفان، نعم، فان. هذا الفناء في المعرفة ضروري، بمعنى، نعم، هذا التوحد بين، نعم، المعروف والعارف والمعرفة في حقيقة واحدة، في حضرة واحدة جامعة مشتركة هي التي تعطي حقيقة العرف. يعني أن يفنى الإنسان، نعم، في المعروف وفي، نعم، المعروف، والمعروف بحق هو الله. الله، نعم، طبعا. في اختلاط برواياتك مثل ما تفضلت، يعني في اختلاط الواقع بالخيال، نعم، في اختلاط الحاضر، نعم، بالتاريخ. هل هذا شيء يشبه ما يعني سمي بالأمريكا اللاتينية بالواقعية السحرية عند ماركيز وسواه؟ هو طبعا هناك مستويين من من السرد في هذه الروايات. هناك كما قلت لك مستوى واقعي حقيقي تاريخي حسي مادي، وهناك مستوى آخر هو أكثر واقعية. هذا المستوى الثاني الذي هو بناء يشتغل عليه المبدع انطلاقا مما يسميه ابن العربي الخيال الخلاق، ويقول هو أوسع حضرة للإطلاق، بمعنى أن مدارك الإنسان بما فيها الحس والعقل تخدع الإنسان. العقل مقيد والحس مقيد، نحتاج إليه، يجب أن ينور، صح، يجب أن نشحنه بطاقة جديدة. والحرف في حقيقته ما هو؟ هو طاقة نورانية. حينما نشتغل على هذا النوع من الكتابة، ولهذا أنا وظفت مفهوما جديدا هو الكتابة بالنور، لأن هذه الحروف أو هذه الفواتح هي فواتح نورانية. فهذا المستوى الثاني الذي تحدثت وتفضلت عليه هو أشد واقعية من الواقع الحسي المادي الذي نشاهده، خصوصا أنه يعني الإنسان ليس فقط مادي، والحياة، الوجود ليس فقط، نعم، هذه المادي الملموس، نعم، والمحسوسي. مين أقرب إليك من كبار المتصوفة، يعني اللي اشتغلت عليهم أو اللي ما اشتغلت عليهم؟ يعني ابن عربي، ابن الفارض، جنيد، السهروردي، من؟ والله ربما ألخص لك القضية، هم كلهم رابعة حتى لا نظلم، حتى أكون منسجما، نعم، مع ما قلته الآن، نعم، هو أن يتوحد الإنسان مع معروفه. كل هؤلاء ما هي إلا منصات للظهور، أوجه متعددة للظهور. هم شخص واحد في الحقيقة، هو الإنسان في عمقه، هذا الإنسان في عمقه. ولهذا أنا دائما أردد أقول أنا حرف جاء لمعنى. لا يجب أن ننسى أن الأساس في الحرف هو الدلالة، هو المعنى، نعم. نحن نبقى في هذه الحرفية، فطبعا هذه النصية لا يمكن إلا أن تقيد الإنسان في سجن ذاته وأنانيته، ويجب أن ينعتق منها إلى المعنى وإلى رحابة المعنى. طبعا هناك علاقة خاصة مع، نعم، ابن العربي، وبالمناسبة، نعم، هو القائل كلما اتسع المعنى ضاقت العبارة، هو قالها النفري، ولكن النفري ولكن، نعم، ابن عربي عنده أشياء من هذا القبيل. وأنا أشتغل اليوم على تحقيق ديوانه الذي لم ينشر من قبل، نعم، وفي حوالي 40 مخطوط جمعتها من كل أنحاء العالم، وإن شاء الله سيكون حدث معرفي وعلمي وأكاديمي بامتياز إن شاء الله. سنتابع، يعني نعود إلى هذه النقاط، نعود إلى مسألة التصوف والحب، نعم، في زمن بغضاء وكراهيات، نعم، ولكن بعد أن نتوقف مع موجز إخباري سريع نتابع بيت القصيد.
مشاهدينا الكرام، نتابع بيت القصيد مع الروائي والباحث المغربي والشاعر البروفيسور الدكتور عبد الإله بن عرفة. دكتور، يعني حكينا أنه حضرتك بتحاول تقدم مفاتيح لقراء رواياتك من خلال بيان أدبي. نعم. في مستهل الرواية. نعم. أو من خلال قصيدة. نعم. في مستهل الرواية. الفكر الصوفي والأدب الصوفي والشعر الصوفي، هل استطاع أن يكون فكرا وأدبا يعني يحظى بشعبية واسعة، أم لا يزال يعني وقف على بعض النخب، وشو السبب؟ لا، هو في الواقع الأدب الصوفي بصفة عامة هو كان أدب شعبي بالأساس. نعم. ودائما ولا زال اليوم لما ننظر مثلا الوهج اليوم الثقافي. نعم. الذي يشع من خلال هذه المهرجانات المنتشرة في كل أنحاء العالم. نعم. والتي عليها إقبال كبير، الشعر. نعم. المغنى فيها والموسيقى المغنات فيها هي أشعار صوفية، مهرجان فاس للموسيقى العريقة. نعم. سماع مراكش في كل مكان، في الأردن، في دبي، في بيروت، في سوريا، في سابقا في كل مكان. نعم. دائما هناك مهرجانات وحفلات للشعر الصوفي، للغناء. نعم. للموسيقى. ولكن يعني هل ينتشر هذا الأمر بين العامي؟ هل يقبل جميع الناس على هذه المسائل؟ والله أنا كما قلت لك، هي طبعا نحتاج إلى محاضن، لأن. نعم. الأساس الذي يقوم عليه التصوف هو التربية، التربية الروحية وما يسمى بالتسليك، لأن. نعم. الإنسان يسلك في دروب المعرفة وتحصل له أحوال. هذه. نعم. الأحوال مش سهلة، يجب أن يجد لها أجوبة تطرح عليه أسئلة، فلا بد أن يكون هناك تربية، وعادة التربية هذه مرتبطة بهذه المحاضن. إذا فقدت هذه المحاضن طبعا لا تكون هناك تربية. ما. الأدب والفن والموسيقى ما هي إلا مظاهر جمالية للتصوف، ولا يبد أن نذكر. هو المشكلة أنه يعني التصوف على مر التاريخ حورب يعني، واتهم المتصوف والعرفانيين يعني بالخروج والمروق، وأعدموا وأحرقوا وصلبوا. حضرتك يعني. نعم. أخبر مني بهالمثال بهالمجال، يعني ألا يؤثر هذا على علاقة الناس بالتصوف؟ لا، هو في فترات معينة، في فترات. نعم. في أزمات، في بعض. نعم. الأزمات حينما يستغل الدين لأغراض. نعم. سياسية يتم التضييق على كل من يدعو إلى المحبة وإلى الوسع. نعم. وإلى الرحمة، لأن الناس تضيق ويعتقدون أن يريدون أن يحصروا المعبود بحق والموجود بحق والمقصود بحق الذي هو الله، يريدون أن يحصروا في عقد معين وهو أوسع من كل ما يعتقدون، لأنك إذا أحطت بهذا الموجود المطلق فأنت الذي أحطت به، مع أنك محاط بك، فهذه حقيقة. نعم. الأمر الموجود بحق، الحق سبحانه وتعالى هو مطلق. نعم. لا أحد يستطيع أن يسيج على الناس وأن يضيق على الناس ما يعتقدونه فيه، ولهذا كانوا يقولون اللهم إيمانا كإيمان العجائز، هذا شيء جميل. نعم. ربما أحد العلماء الكبار اللي هو الإمام الجويني إمام الحرمين. نعم. لما زار نيسابور خرجت نيسابور كلها لاستقباله، فكانت المرأة تسأل من هذا الذي يأتي إلى نيسابور، قالوا لها هذا الذي وضع 1000 دليل على وجود الله، فقالت قولتها الشهيرة لولا أن له 1000 شبهة في وجود الله لما وضع 1000 دليل. فقيل فيها هذا القول اللهم إيمانا كإيمان العجائز. وطبعا يعني الشك دائما طريق اليقين، لا نلومه على الألف على الألف دليل، مش هيك؟ بما أنه حكينا عن يعني بعض المفاتيح اللي تقدمها لل. نعم. للقارئ العربي، الدكتورة والمتصوفة الباحثة في التصوف العزيزة السيدة سعاد الحكيم. نعم. تشهد وتعطي رأيها في تجربتك إن شاء الله. أكيد معرفتي بعبد الإله بن عرفة بترجع لأكثر من 30 سنة، يعني تعرفت عليه بالمغرب، وإنما يعني هو من الأشخاص اللي كل ما تعمقت معرفتك فيه كل ما تكشفت جمالاته يعني أكثر، ويعني مواهبه أكثر، وهو كمان
يتطور بشكل كتير ملفت للنظر عرفانياً وأدبياً وفنياً. هل أنا صحيح إذا بدي أقدم شهادة بكتاباته برواياته لعبد الله بن عرفة بدي أقدمها من موقع المتلقي، وأيضاً من خلال أنا قراءتي مثلاً لقصته اللي هي جبل قاف اللي هي مستلهمة من حياة وسيرة الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي. بحب أقول إنه أنا وكنت عم بقرأ بالرواية شعرت يعني كأنه عم بعيش الماضي بالحاضر، كأنه انفتح الزمان على الزمان وصاروا زمان واحد ممتد، سمح للشخصيات وأشخاص الرواية كلهم إنه يتحركوا بحرية وبسلاسة بهالفضاء الممتد وبهالزمان الممتد، وأيضا بفضاء يعني متخيل. فهو عنده قدرة على بناء التاريخ، المرحلة التاريخية اللي بيكون عم يتناولها. مثلا إذا تناول أي مرحلة تاريخية سواء بالأندلس أو أي مرحلة تناولها، عنده قدرة على ومخزون على أنه يعيد بناء هذه المرحلة بزمانيا ومكانيا ومؤسساتيا وعلى مستوى الفن والسياسات والعلوم والفلسفة. يعني بتشعري أبدا أنه الزمان انبنى مرة تانية قدام عيونك، يعني هذه قدرة كتير مهمة وبقدرها أنا كمان، وفيها معلومات مفيدة سواء للقارئ العام وحتى للقارئ المتخصص. يعني وإنما أحيانا يعني كنت أتوقف عن القراءة وكنت أتساءل شو هو الخيط الرفيع بين الإبداع والابتداع، شو هو كمان الخيط الرفيع بين أنك تستعيد التاريخ وبين أنك تشكل التاريخ. كل هذه أسئلة كمان أنا راودتني وبتراود يعني تقريبا معظم القراء. السؤال لك أيها الصديق أنه هل يمكنك أن تقدم للقارئ العربي خاصة أنه مفاتيح تساعده على قراءة الرواية العرفانية، نوع من إنيسياسيون والتوقيف على أسرار القراءة؟ والسؤال الثاني اللي بتشعب عنه، هل يمكن أنك تقدم كمان للقارئ العربي جملة معايير أساسية يقدر يحكم فيها على نص الرواية، على جودة الرواية، على كونها باطلة أو كونها صادقة؟ لأنه أنا بعتبر أنه بقدر أنك تعتبر أنه الكتابة هي نهج للنهوض الحضاري، والنهوض الحضاري هو غاية الكتابة. شكرا لدكتورة سعاد الحكيم. يعني السؤال يكمل ما كنا بدأناه، وسؤال بالنسبة لها طبعا وهي صاحبة المعجم الصوفي. نعم. الذي يعطينا ويفسر. نعم. لنا كثير من المصطلحات والمفاهيم الصوفية. تفضل. والله أولا أود أن أشكر الدكتورة لأنها صديقة عزيزة، وكما تفضلت علاقتنا هي علاقة معرفية، علاقة روحية، علاقة محبة، وأنا أعرفها منذ هذا الزمن الطويل وأرى فيها أنها حقيقة امرأة تعتبر علامة فارقة من علامات الإبداع والعقل العربي. فأشكرها على ما تفضلت به. وسؤالها هو سؤال جوهري. أنا عندي مؤشر واحد للانخراط في مثل هذه الأعمال. أنا من بين المفاهيم التي طرحتها في تلك البيانات هو الكتابة بالحال، والكتابة بالحال تقتضي قراءة بالحال. نعم. حينما يحس القارئ أنه تفاعل مع هذه الأعمال حصل فيه تحول داخلي، يعرف أن هذا هو المقياس عندي بأنه فهم المقصود من هذا العمل. هذا التحول أساسي ومؤشر ضروري. ولدي أمثلة كثيرة من القراء الذين حدثوني عن تجارب ربما تبدو غريبة جدا ومستحيلة ولكنها حقيقية، وقع لهم تحول عجيب في مسارهم الحياتي، ولما قرأوا مثل هذه الأعمال تحصل لهم رجة واهتزاز وإعادة تفكير في هذا الوجود والقصد منه. أظن أن هذا هو المؤشر الأساسي. عم تفتن قراءك وتجننهم يعني؟ والله القراء هم هكذا، والدكتورة تفضلت بذكر مثل هذا طبعا. نعم. لأنه إعادة تشكيل التاريخ مش سهل، لأن التاريخ شو هو سرد، هو المؤرخون. نعم. هم روائيون. نعم. كذلك حكاية. نعم. حكاية يحكون التاريخ، ولكن
يفترضون أو يقولون بأنهم يتكلمون بموضوعية. الروائي لا، يقول أنا ألتزم بما أقوله وأنخرط في هذا الذي أحكيه بلسان المتكلم أو بضمير المتكلم. بينما المؤرخين مش بالضرورة يكونوا عم بيعملوا بموضوعية كما يقولون. برواياتك كما ذكرنا يعني حيز واسع للحب، لقصص الحب، لحكايات عاشة يعني المتصوفون أنفسهم أو الشخصيات المبتكرة أو يعني المنسوجة من خيال الكاتب نفسه. التركيز على أهمية الحب وإعطاء الحب هذا الحيز والعشق هذا الحيز بالروايات المختلفة. نعم نعم. مقصود الأساس هو الدين لا يخرج عن قيمتين. نعم. الإيمان بصفة عام عن قيمة الحب وقيمة المعرفة، وهما مرتبطان مع بعضهما كما نعم. تفضلت سابقا وقلت الإنسان حينما يتعرف إلى إنسان عادي يشبهه نعم. من جنسه ثم تتقوى هذه العلاقة يبدأ الحب يسري بينهما، ثم يتحول هذا الحب إلى معرفة أخرى أعمق، ثم هذه المعرفة تثمر محبة أكبر منها، وهكذا. فما بالك بالموجود الحق؟ فحقيقة لما نحب الوجود، المشكل اليوم مثلا عندنا مشكل مع الأرض ومع البيئة، لأننا عندنا مشكل مع السماء. لو استطعنا أن نحل مشكلتنا مع السماء، أي مع الحق، أي مع الوجود، أي مع الإيمان، لما كانت لنا مشكلة. مشكلتنا مع السماء اليوم؟ مشكلتنا مع السماء هو أننا أولا نريد أن نفصل العلاقة بيننا وبينها، نريد أن نقطع هذه الصلة بيننا وبينها، وهذا لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن إطلاقا. هل الإنسان يمكن أن ينفصل عن جذوره، عن حقيقته؟ لا يمكن الإنسان أن ينفصل عن حقيقته. طيب، هل من ارتباط بين الحب بمعناه البشري نعم. يعني بالعلاقات بين الناس كما تفضلت والتطور يعني وانتقال هذا الحب أو تحوله إلى ما يسمى الحب الإلهي أو العشق الإلهي؟ هو في الواقع هو نفس القيمة. نعم. لأنك حينما تحب المجانس، المخلوق المجانس نعم. فأنت في حقيقة الأمر تحب الله سبحانه وتعالى. نعم. تحب صنيع الله تماما، لأنه هذا صنيع الله، خلقة الله، فأنت في حقيقة الأمر هي نفس المحبة، وهذه المحبة لا تكيف ولا يمكن أن تحجب. نعم. هذا هو حقيقة. طيب، إذا نتحدث عن الحب والمحبة وما يستدعيه يعني العلاقة مع الله من حب وعشق خصوصا بالمفهوم العرفاني والصوفي، هل في ونحن في عصر يعني في قتل، في خراب، في حروب، في دمار، هل من متسع لكل هذا؟ هل من متسع للتصوف والعرفان اليوم؟ أنا أظن أنه المخرج اليوم من هذه الكوارث، من هذه الظلام التي نعيشها، هي أننا نحتاج إلى النور. نعم. نحتاج إلى النور لأننا كائنات من نور في حقيقة الأمر. الإنسان في عمقه نعم. كائن نوراني، ولكنه نسي نورانيته. كيف يعني نعثر أو نعيد اكتشاف هذا النور فينا وفي الآخر طبعا، لأنه لا نستطيع أن نكتفي بنور يعني بنور الأنا. نعم. أدي الآخر كمان بالفكر العرفاني نعم. هو عنصر أساسي. لا، هو طبعا لابد من مجهود. نعم. الإنسان لابد أن يجاهد نفسه، لابد من المجاهدات، أن يصقل نفسه. الإنسان هو مثل المرآة، هذه المرآة إذا تركنا الغبار وتركنا الأوساخ تعلق بها تصبح معتمة، تصبح مظلمة. لابد أن نجليها بالتفكير في الحقيقة من وجود الإنسان. هل وجود الإنسان هو أن يقتل أخاه الإنسان، أن يقتل المخلوقات، أن يسيء إلى البيئة، أن يسيء إلى الطبيعة؟ أبدا. لو كانت هناك علاقة قرابة تربطنا وبين جميع المخلوقات، بين الحيوان وبين النبات، بين كل هذه الأشياء، لما اعتدينا عليها. والذي يجعلنا نحب كل هذا هو هذا الجهد، الذي هو جهد أولا داخلي. ولهذا هم يقولون من عرف نفسه عرف ربه، بمعنى أن معرفة النفس مقدمة على معرفة الله. لما تعرف أنك إنسان سيء في بعض الأحيان وإنسان كذا، فتعرف العكس في مخلوقك. فهذا طبعا هذه العلاقة المزدوجة، هذا الارتباط مزدوجة طبعا وجدلية لا بد منها، وهي رحلة كما قلت.
لا بد من هذه الرحلة بالمجاهدات، لا بد أن يتعب الإنسان في لحظة من اللحظات حتى صحيح. يستطيع أن يصل، لأنه مش أي شيء يحتاج إلى مجهود. ولهذا هم تحدثوا عن الرياضات وعن المجاهدات، هذه ضرورة. وطبعا أولها هو ذكر الله طبعا. سنتابع مع حضرتك، ولكن بعد الاستراحة بركي أيضا نسمع شيء من الشعر اللي بتكتبه حضرتك، ولكن استراحة سريعة ثم نتابع بيت القصيد. مشاهدينا الكرام، نتابع بيت القصيد مع الروائي والشاعر والباحث المغربي البروفيسور الدكتور عبد الإله بن عرفة. أهلا وسهلا. يعني قبل ما نتابع الأسئلة، قلنا أنه حضرتك يعني برواياتك هناك شعر، هناك أشكال متعددة من التعبير. تبدأ أحيانا رواياتك بمطلع شعري، بقصيدة شعرية. هل نسمع يعني نموذج لو سمحت؟ نعم، ممكن أقرأ لكم قصيدة بعنوان فاتحة المعرفة، وهي معارضة لأبيات الجنيد أو المنسوبة للجنيد، الأبيات الشهيرة: توضأ بماء الغيب إن كنت ذا سر، وإلا تيمم بالصعيد أو الصخر، وقدم إماما كنت أنت أمامه، وصلي صلاة الظهر في أول العصر، فهذه صلاة العارفين بربهم، فإن كنت منهم فانضح البر بالبحر. فقلت معارضا لهذه القصيدة: وبشوق إلى طرب قديم يهيج متى تهيم بنا القوافي، فإن شاد شدا صحرا بواد ترى قوما تهب إلى الطواف، يقودهم إلى حضرات قدس دليل قد سرى من أرض قافي، يجول بهم وقوفا في طباق بأرواح لها نفر الخفاف، فيحسبهم فريق من بعيد كنائلة تشير إلى إساف، ويحسبهم فريق من قريب كنادرة بجيد دمى ظراف، تنزه وجدهم عن جحد قوم فحبهم لخل ليس خافي، وفاتحة لها ألف ولام كذا ميم بها روح يوافي، أخا علم جنيد نلت قربا مع الأبرار في أرض قطاف، توضأنا بماء الغيب عنكم فصرنا من صفاء لا نجافي، وقدمنا إماما في طريق وصلينا بعصر من سلاف، فتلك صلاة نافلة بفرض وشع ضياؤها بين الصحاف. ألف ألف شكر. ليش ركزت على الرواية أكثر من الشعر؟ والله هو العلاقة بينهما هي علاقة ارتباط. نعم. وكما يقول ابن عربي: النظم هو الجوهر الثابت، والنثر هو الفرع النابت. كتاب الفتوحات مثلا إذا أخذناه، نعم، كل باب من أبوابه 560 تبدأ بقصيدة، دلالة على أن الشعر هو بيت الإجمال، هو بيت القصيد، هو القصد إلى القول، ثم يأتي النثر يفرع في هذا الإجمال بالتفصيل. فلهذا أنا أكتب هذه الروايات دائما تفتتح بهذه العتبة السردية الشعرية، هذه القصائد التي أضمنها في هذه الروايات. نستمع إلى رأي آخر بتجربتك ضمن كلام يوصل، هذه المرة من سعادة سفير السودان في عمان الدكتور الصادق الفقيه. فقيه، نعم. Thank you.
غير المألوف في أعمال الدكتور الأخ الصديق عبد الإله بن عرفة هو هذه الروح الجديدة التي أدخلها على السرد العربي، الرواية العربية أو ما أسماه بالرواية العرفانية. وفي اعتقادي هذا تجديد في طبيعة استصحاب التاريخ، الرواية التاريخية التي لا تستنسخ بل تقدم لوحة جديدة أدبية عن حياة سبقت أو عن شخصيات كان لها الأثر الكبير في الماضي وهي ما تزال حاضرة بيننا بفعلها وبآثارها وبتأثيراتها على حياتنا الفكرية والثقافية والدينية وغيرها من التأثيرات. فاستحضار هذه الشخصيات وإحضارها إلى واقع جديد بلغة جديدة، بلغة مبدعة، بلغة أديبة، هو الذي يميز جملة أعمال الدكتور عبد الإله بن عرفة. رواية عرفانية ولكنها تجديدية في طبيعة السرد، في لغة السرد، في تجديد عملية السرد الروائي العربي. الذي يميز الدكتور عبد الإله بن عرفة كإنسان هو هذه الصوفية والأدب الجم الذي يميزه كمثقف مطلع وككاتب وكأديب. تميزت أو كأن طبيعته الخاصة انطبعت في كل كتاباته، فشخصيته تمثل كثيرا مما طبعه في كتبه وفي أدبه وفي كتاباته المختلفة. شخص له عناية فائقة بعلاقاته ويضفي إنسانية في كل تعاملاته مع الأصدقاء ومع غير من يعرف من الناس، ففيه هذه الإنسانية المشعة التي تميزه كأديب وكمثقف وكمفكر له من الإسهامات الفكرية غير الذي كتب في الأدب وغير الذي كتب في الرواية. إذا كان لابد من سؤال لك أيها الأخ العزيز دكتور عبد الإله بن عرفة، ما القادم بعد خناثة؟ وما حظ الترجمة من هذه الأعمال الكبيرة والمثيرة في طرحها وفي جودتها وفي عمقها، خاصة اللغة الإسبانية باعتبار أن معظم الأعمال تطرقت إلى تجربة الأندلس الثرة وللأندلسيين أو للإسبان حظهم من هذه التجربة ويريدون أن يتعرفوا عليها من خلال هذا العمل الإبداعي الكبير. شكرا. شكرا للدكتور الصادق الفقيه سفير السودان في الأردن. تفضل. أولا أشكر الدكتور الصادق الفقيه وزيادة على كونه سفيرا. نعم. وإنسان مفكر ومثقف واضح والأمين العام لمنتدى الفكر العربي. نعم. سابقا في عمان. طبعا السؤال، الجواب عن السؤال، الترجمة هذه الأعمال هي مكتوبة بلغة كما قال أديبة. نعم. وهناك جهد كبير على مستوى البناء اللغوي والجملة في هذه الروايات، وتحتاج إلى مترجم كفء ومترجم. نعم. له إلمام كبير باللغة. نعم. العربية. بعض هذه الأعمال ترجم، بعضها ترجم إلى الإنجليزية وبعضها ترجم إلى الفرنسية، والآن هناك اشتغال على ترجمة بعض هذه الأعمال. نعم. التي تخص الأندلس إلى الإسبانية، بل في هناك ترجمات حتى في طور الطريق إلى الأردية وإلى الهندية. نعم. حتى أنا لاحظت يعني لغتك، يعني تشتغل على اللغة بشكل واضح. نعم. في جهد على ضبط الكلمات وتشكيل الحروف وتفسير المفردات اللي ممكن تكون. نعم. غير متداولة، لم تعد شائعة أو متداولة. نعم. كثيرا هذا يأخذ جهد كبير ولكنك حريص. نعم. عليه. مرد الحرص. لا، أنا حريص لأنني أريد قارئا شريكا. نعم. في عملية السرد وفي قراءة هذه الأعمال، ولهذا أضبط الكلمات. اليوم المستوى اللغوي العام منحط، والأدب أصبح طبعا المقاييس أو شغلة المعايير شغلة ما لا شغلة له يعني. نعم. وفي كما يقول أحد النقاد العراقيين، هناك خدج السرد، هناك ناس. لا علاقة لهم بالأدب وبالرواية، وطبعا يكتبون،
ولكن الأعمال الجادة تبقى دائما لأن هي التي تستمر وهي التي تبقى، وهي دعوة أنا أدعو من خلال هذا البرنامج إلى أن يهتموا بمثل هذه المشاريع الروائية الكبرى وأن يمولوا ترجمتها ينقلوها، لأنه حضارتنا اليوم الحضارة العربية الإسلامية مستهدفة في صورتها في عمقها في رموزها في مقدساتها، ونحتاج إلى أن نترجم هذه الأعمال لأنها هي التي تقدم حقيقة الصورة الحقيقية لهذه الحضارة الإنسانية القائمة على المعرفة والمحبة والرحمة والوسع. حين نقول أنه الحضارة الإسلامية والعربية مستهدفة، يعني فورا بيخطر عبالنا بما أنه يعني في حضرة التصوف والأدب العرفاني ما تعرضت له يعني المقامات الصوفية، ما تعرضت له الآثار في ليبيا في مالي، الأضرحة أضرحة كبار المتصوفين، الآثار الأخرى في العراق في سوريا. برأيك هل هذا الأمر بريء ناتج عن جهل أم يعني أمر مقصود إبادة يعني تاريخ وطمس ذاكرة بعينها؟ لا، هو لا يمكن أن نقول بأن هذا الأمر بريء. ومن يخرب الذاكرة، من يخرب التراث، من يخرب الإنسان، من يخرب التاريخ، من يضمن لنا أنه سيأتي قوم يقولون أنتم لم تكونوا أهل حضارة؟ شواهدكم المادية غير موجودة. سيأتي يوما من الأيام من يطعن في وجود الرسول وفي من يطعن في وجود هؤلاء الشخصيات الكبيرة التي تحدثنا عنها، لأن الشواهد المادية فقدت. اعتدينا على المخطوطات، اعتدينا على المساجد، على أقدس المقدسات، حتى البيت الحرام والمسجد الحرام هوجم. هذه أشياء ربما طبعا يجب أن نتوقف، ولا بد أن هناك أيدي خفية هي التي تحرك هؤلاء العناصر المنحرفة التي أساءت بشكل كبير إلى حضارتنا وإلى الإنسان بصفة يعني عامة. لابد أن الإنسان يقف أحيانا مستغربا ومذهولا أن يذهب يعني جماعة لنبش ضريح ما سبحان الله، هذا شيء لأحد يعني قتل أو توفي من ألف عام. طبعا الصحابة مروا على الأهرامات ومروا على تماثيل كانت للحضارات السابقة ولم يؤذوها وتركوها قائمة شاهدة. سننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية كما يقول القرآن عن فرعون. فيأتي هؤلاء القوم يعتدون على الإمام النووي ويعتدون على أبي العلاء المعري ويعتدون على هذه الرموز الشامخة الإنسانية الحقيقية. إذن في شيء، هناك ناس، هناك أطراف، هناك جماعات، هناك ناس ينتفعون بهذا التدمير الممنهج للذاكرة العربية الإسلامية وللتاريخ العربي الإسلامي. ليست هناك إلا أيادي خفية تحرك هذه الأشياء. أدي ممكن يكون الفكر الصوفي العرفاني بهالحالة هاي هو أحد يعني النقيض لمنطقة التطرف والتكفير ونبذ الآخر وإقصاؤه، وأي يعني إذا اختلف معك بحرف مش بجملة يعني بيعتبرك خارج الملة وخارج الدين وخارج الإنسانية بعد شوي كله. هو التصوف في حقيقة شو هو؟ هو ثلث أتلات الدين كما في حديث جبريل الذي تعرفونه، هو ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان. حقيقة الإحسان هي حقيقة التصوف. وفي حديث يقول العلماء عنه إنه مجلل ومزين بالحسن، لأن فيه سندا ومتنا كله حسن، عن أبي الحسن عن الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن، أحسن الحسن الخلق الحسن. الصوفية ارتبطوا بالأخلاق الحسنة وحققوها في حياتهم وعلموها للناس، ولهذا كانوا مظاهر للرحمة وللوسع، وحوربوا ممن لا يؤمنون بهذه القيم الإنسانية الحقيقية. إلى أي حد يمكن للتصوف أيضا يعني وللعرفان ألا يكون فقط يعني منفذ أو باب أمل للفكر وللفقه الإسلاميين؟ قد إيه ممكن يكون سماء للأديان؟ نقطة التقاء البشر على اختلاف دياناتهم مش بس على اختلاف صحيح. مذاهبهم صحيح. وحينما نطالع سيرة هؤلاء الأعلام مثلا لما توفي محي الدين من العربي أو جلال الدين الرومي، خرجت المدينة عن بكرة أبيها بمن فيها من يهود ونصارى يشيعونه، لأنه كان ينشر حقيقة هذا الدين القائم على محبة الناس مهما اختلفت عقائدهم، ما اختلفت أعراقهم ومشاربهم. كلما ضيقنا الأمر، والدين هو في حقيقته وسع، أنا أقول دائما إن الله واسع عليم، وربط العلم بالوسع.
لأن حقيقة العلم هي الوسع. حينما يضيق الإنسان بالآخر يعني أنه إنسان جاهل، ولهذا يمكن أن نقول إنه جاهل ضيق مقارنة مع واسع عليم. فالإنسان يجب أن يعكس هذه الصورة حتى يفهم حقيقة هؤلاء الذين يضيقون على الناس. العلم الإنسان كلما اتسع علما اتسع زادت محبته لغيره. ويعني ما يتعرض له الإسلام من تشويه اليوم، نعم، ويعني تشويه متعمد، نعم، هون يمكن تسليط الضوء ومثل، نعم، ما حضرتك عم تعمل، نعم، برواياتك، نعم، على جوانب المضيئة في هذا، نعم، التاريخ الإسلامي وعلى الأشخاص، نعم، اللي كانوا وسع الإنسانية، نعم، كلها سوا. نعم، الإنسان هو دليل، والإنسان، نعم، يقرع جرس إنذار، ينبه الناس، هو ضمير يقول لهم انتبهوا، مداخل الجمال اليوم ومداخل العرفان هي الأساسية في تحقيق هذه الصورة الحقيقية للإسلام، نعم، ولحضارة الإسلام المبنية على المعرفة وعلى المحبة وعلى الجمال. انظر إلى آثار المسلمين، إلى جمال مساجدهم، نعم، سواء كانوا في عهد الأندلس أو غيرها، نعم، أيوبيين أو فاطميين، بغداد، دمشق، تدخل المدينة المنورة، تحس بسكينة عجيبة وبطمأنينة. الآن بعض الناس اتخذوا مساجد في كهوف، في مواقف سيارات. كيف يمكن الإنسان يعبد الجمال؟ الجميل بحق هو الله سبحانه وتعالى، إن الله جميل يحب الجمال. كيف تعبد الحق الجميل في مكان كله رداء أو كله قبح؟ للأسف سنتابع يعني، ولكن نتوقف مع استراحة أخيرة ثم نعاود بيت القصيد. مشاهدينا الكرام، نتابع بيت القصيد مع الروائي الشاعر الباحث المغربي البروفيسور الأستاذ والدكتور عبد الإله بن عرفة. دكتور، يعني مسألة التصوف ارتبطت بذهن كثيرين بالتقشف، بالزهد، بالانعزال عن الحياة أو بالابتعاد عن الحياة. اليوم في عالمنا المعاصر، هل أولا هل التصوف يعني يتحول ويتغير مع الزمن، أم، نعم، هو واحد لا هو في كل الأزمنة؟ هو طبعا هم يقولون الطرائق على عدد أنفاس الخلائق، نعم، بمعنى أن كل إنسان طريق يخترع طريقه. طريق، هناك من اختار طريق الزهد، طريق التقشف، هناك من اختار طريق الجمال، نعم. الإمام مالك لما كان يجلس، نعم، ليقرأ الحديث كان يلبس أحسن ثيابه ويتعطر ويتطيب، وتحت هذه اللباس الجميل يلبس الخشن، لأنه مع ذاته ومع الحق سبحانه وتعالى كان يعتبر نفسه أنه لا بد أن يجاهد نفسه. ولكن احتراما لكلام سيد المرسلين كان يلبس هذا اللباس ويتطيب. فكذلك هؤلاء الأعلام كل واحد منهم له طريق خاص سلكه، وليس صحيحا أن كل الصوفية كانوا زهاد. طبعا هم كانوا يعرضون عن ملذات الحياة الدنيا ليقبلوا على الآخرة في عمومهم في مجاهداتهم، ولكن حينما يصل الإنسان ويصير من المقربين فهو طبعا كل ما يأتيه من الحق فهو يقبله بصدر رحب. بموضوع الجمال وضرورة الجمال، يعني أدي اليوم في حياتنا، لأنه أحيانا بعض التيارات الدينية، وبتعرف حضرتك أكثر مني، تحرم الموسيقى، تحرم الرسم، تحرم النحت، تحرم يعني كل الفنون، تحرم الفلسفة طبعا، نعم، وأشياء، نعم، من هالنوع. هل يعقل هذا؟ وهل هذا من الإيمان بشيء؟ أبدا أبدا، لأنه نحن نأخذ ديننا، نأخذه من القرآن ومن الرسول، فلننظر ما هو موجود في القرآن
ولننظر سيرة الرسول، هل كان يحب الجمال؟ هل كان يحب الموسيقى؟ هل كان يحب كذا؟ هل كان يحب الفنون؟ طبعا في حياته سنجد كل هذه الأشياء، والعلماء كتبوا حول هذا الموضوع أشياء وأشياء كثيرة. ولكن هو الإنسان هو يعكس ما في ذاته. الإنسان إذا كان قبيحا في ذاته في باطنه فهو يعكس هذا ويفرض على الناس ويريد أن يسيج هذه الأسيجة وهذه الحدود، وإلا فكل شيء يوصل إلى الحق سبحانه وتعالى. نعم. كثير من الناس الجمال طريق نعم. إلى الحق، الفن طريق طبعا إلى الحق. طبعا طبعا، لأن شوف هذه الأسماء الكثيرة المتعددة، الأسماء الحسنى، هي مظاهر لعظمة الحق سبحانه وتعالى. ونحن وما ننتجه في هذا الكون إلا آثار لهذه الأسماء. فهناك أسماء قهرية موجودة، وهناك أسماء جمالية، هناك أسماء جلالية وأسماء جمالية. وطبعا يحصل بينهما ما يسمى بالكمال، الجمع بين الجمال واللطيف مثلا، أو الجميل أو غيرها، أو المحسن أو غيرها، هي أسماء جمالية، القهار المنتقم، أسماء جلالية. ففي المخلوقات توجد هذه الأسماء تتحقق بصورة أو بأخرى، ولكن الحق سبحانه وتعالى هو الواحد، 99 اسم يجمعها اسم واحد هو الاسم الله. المفرد، الاسم المفرد اللي هو الله. نعم، ونعم بالله. بعود إلى سؤالي يعني الأول، أنه إذا ارتبط التصوف إلى حد ما يعني بهذه ما أشرنا إليه، تقشف زهد، انصراف عن ملذات الحياة، اليوم في عصر الحضارة مادية بامتياز نعم. واستهلاكية نعم. وتركز على الغرائز بكل أنواع نعم. ليس فقط نعم. الغرائز الجنسية نعم. يعني مسألة تحويل الإنسان إلى سلعة، كيف يمكن أن يتصوف الإنسان في هذا العالم؟ والصفاء هو شو هو المقصود من التصوف؟ هو أن يعود الإنسان إلى الصفاء نعم. وطبعا الإنسانية اليوم محتاجة. المسلمون حينما يتحدثون اليوم عن العرفان عن التصوف لا يجب أن يوجهوا خطابهم إلى المسلمين فقط نعم. يجب أن يكون لهم مشروع حضاري للإنسانية. الله النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين، فيجب المسلمين. فكذلك نحن فيما ننتجه من آداب وفنون، وهي مناسبة كي أدعو هذه الجوائز والمهرجانات الأدبية المنتشرة في عموم العالم العربي أن تهتم بالمشاريع الحقيقية التي تخدم نعم. ولا أن تعطى هذه الجوائز لغشماء السرد. حقيقة في بعض الأحيان يؤلمنا أن نرى أن بعض هذه الجوائز تذهب إلى أناس لا يحققون هذه الشروط نعم. التي تنهض بالأمة في عمقها. حتى بعض الأعمال فيها أخطاء من حيث نعم. اللغة، أخطاء في اللغة نعم. نعم. طبعا نعم. ولهذا يجب أن تكون هذه اللجان على أعلى مستوى، ومن شروط هذه اللجان أن يكون فيها ناس يحسنون التدقيق اللغوي أولا، لأنه أساسا الأديب يشتغل على اللغة، هي بضاعته كما يشتغل البناء بأدوات البناء، يجب أن يتقن اللغة. وللأسف شو بدنا نحكي لنحكي بنقول باللبناني، يعني بمعنى اللغة العربية اليوم نعم. يعني حالة نعم. بين أهلها وعلى نعم. أيدي أبنائها لا يسر أحد. صحيح، يعني صحيح. في المدارس، في الجامعات، صحيح. في البيوت صحيح. أحيانا صحيح، يعني تحس صحيح. وللأسف أنا زرت كثيرا من دول العالم في كل نعم. أنحاء العالم تقريبا، ما في أمي، ولكن وجدت هناك اهتمام من غير العرب باللغة العربية، اهتمام كبير جدا. واللغة العربية اليوم تتقدم بشكل كبير، هي من اللغات الكونية العالمية نعم. ولكن أهلها مفرطون فيها. هناك طبعا لا يجب أن نقول نعمم، هناك مبادرات جيدة في كثير من الدول، هناك اهتمام، هناك مؤسسات، أنشئات، هناك شغل على اللغة العربية، ولكنه غير كافي. أظن أنه كنا نسمع خطابات سابقة لزعماء سياسيين كنا نحب لغتهم، اليوم صحيح. أصبحت صحيح. اللغة هزيلة طبعا، وهذا يمكن يعمم على كل، حتى المثقفين والأدباء اليوم معظم يعني 90% من المسؤولين العرب ما بيعرفوا يقرأوا خطاب، بل أدباء والأدباء أمار. أنا أتكلم عن الأدباء اللي شغلهم الشاغل هذا شيء محزن حقيقة. تشوف القمة العربية أحيانا تسمع خطابات الافتتاحية بتقول يعني سيبويه أهم من أبرو. لو سمحت لي كمان نسمع رأيي بتجربتك من الشاعر والكاتب الصديق الأستاذ عبد الرزاق الرباعي. نعم إذا نعم.
الدكتور عبد الله بن عرفة واحد من التجارب الهامة في السردية العربية. هو اختط مشروعا خاصا له بكتابة الرواية العرفانية. هذه الرواية تعتمد على إعادة قراءة التاريخ الإسلامي، رجع إلى بطون التراث العربي منطلقا من ثقافة ومعرفة هو يحاول من خلال أعماله تجديد الخطاب السردي العربي من خلال إنتاج معرفة وإحداث تحول في وجدان القارئ ومعرفته وسلوكه. حفظ القرآن الكريم وهو طفل وكان في الكتاتيب، وكذلك انطلق من أمهات كتب التراث، وفيما بعد تلتمذ على يد إيكو صاحب اسم الوردة. وكلنا نعرف أن إيكو جعل الرواية هي إناء يضع فيه معارفه الفلسفية والفكرية، يشكل يعني حرفا حرفا رواياته، وهو عمل شاق لأنه ينظر إلى النص بقدسية. فلهذا تجد أنه معظم رواياته هي مشكلة مكتوبة حرفا حرفا، وهذا أيضا ميزة من ميزاته. عندما كنت أقرأ له قبل أن ألتقيه كنت أتصوره يرتدي جبة المتصوف، لكن عندما التقيته رأيته كثير المرح، يعني أحيانا أعمل له مقالب وهو يعمل لي مقالب. هو يسكب كل معارفه في نصه الروائي ويعيش كفرد من هذا المجتمع. هو فاعل في الحياة الثقافية، هو مشارك دائما في الفعاليات والأنشطة، هو يمتلك صوتا جميلا. وبالمناسبة هو عندما كان طفلا كان ظهر في التلفزيون المغربي ويجود، هذا أول ظهور له في التلفزيون يعني قبل زاهي وهبي يعني. فهو له خط خاص، هو الرواية العرفانية بامتياز يعني. سؤالي هو أنه ألا ترى أن الرواية اليوم أصبحت مخلعة الأبواب وتستقبل كل من هب ودب، وصار الجميع يكتب الرواية؟ يعني في ما مضى كان الشعر أقرب الأسلحة إلى اليد، لكن اليوم الرواية الكل يعني يستسهل كتابة الرواية. ألا هل الرواية أصبحت بهذه البساطة، أم هي النظرة اختلفت للرواية، أم أنها يعني أصبحت سلعة مطلوبة في سوق الكتاب؟ يعني الصديق الأستاذ عبد الرزاق الرباعي يستكمل ما بدأناه قبل صحيح. قليل. أولا تحية إلى الصديق المشاكس الشاعر المشاكس الذي يحبه الجميل. كثيرا هو ذكر المقالب اللي بيننا وكذا، هو ممتع الجلسة معه حقيقة، والإنسان يسعد بالجلوس إليه. سؤاله هو سؤال حقيقة يطرحه اليوم كثير من الناس. أنا أظن أننا نعيش موسم الهجرة إلى الرواية اليوم واستسهال الكتاب الروائي. أظن أنه السردية عموما، السردية العربية هي قديمة مش ولكن كان دائما يقال بأنه هناك الشعر ديوان العرب. أظن أنه ما أنتجه العرب من سرديات كثير جدا، من ملاحم، من مقامات، من قصص، من أشياء كثيرة، ولكن لم يكن يلتفت إليها. هذه العودة اليوم إلى الرواية لأنها أظن أقدر على إبراز هذه الآلام والآمال معا، تعقيدات الحياة، تعقيدات الوجود. الشعر هو نفثة مصدور، هو فيضة من شاعر، ولكن حتى الشعر اليوم هو يعيش أزمة كبيرة طبعاً. الناس استسهلوا كتابة الشعرية، وأصبحنا نقرأ أشياء لا علاقة لها بالشعر. أظن أنه هي الأزمة عامة، ولكن هناك مصابح منيرة دائما ربما لا نلتفت إليها،
شاهدة على ما يجري، وهي التي ستبقى بكل تأكيد لا. بعدما ينخل كل هذا الرديء ويبقى إلا الأصلح والأصح. من شعراؤك على سيرة الشعر؟ والله أنا أحب شعراء من اليونان، من العرب، من شعراء من الغرب، ولكن أحب كثيرا الشعر العرفاني والشعر الصوفي. وبالمناسبة أنا الآن بدأت تحقيق الديوان الكبير لابن العربي، وهو غير مطبوع وغير منشور على الإطلاق، ولا يعرف غير ما نعرفه، يعني شيء جديد أبدا، غير الفتوحات وغير كمية كبيرة من الشعر لا تقدر، بمعنى أجزاء وأجزاء. والآن انتهيت من إن شاء الله من جزء من هذه الأجزاء، وسيكون في 600 صفحة، هو جزء واحد فقط من 600 صفحة، وهذا إن شاء الله أظن أنه سيكون له تأثير. جزء وحيد من 600 صفحة يعني، نعم. وهو سيكون عدة أجزاء، عدة أجزاء، ولكنه عمل علمي رصين مبني بقواعد علمية متينة بتحقيق النصوص. اعتمدت على أكثر من 40 مخطوطا جمعتها من كل أنحاء العالم، وقصائد من أروع ما يكون. كنا نظن أن له ترجمان الأشواق فقط في العشقيات، وجدت أن له عشقيات وغزليات أخرى كثيرة من أروع ما يكون. حلو. هذا يرد على سؤال دكتور صادق الفقيه اللي نعم. ما أجبنا عليه، إنه نعم. ما هو مشروعي نعم. المقبل؟ هذا ضمن ما أكتبه نعم. وطبعا في عمل روائي نعم في على رواية. على شخصية من؟ على سأقول لك القرن الثاني نعم. بالأساس نعم. القرن الثاني الهجري، ولكن لها علاقة بواحد من آل البيت نعم. طبعا، ولكن كان له تأثير كبير، وأكتفي بهذا القدر، لا أصرح بأكثر من هذا. جعفر الصادق والله لا أصرح بأكثر من هذا، أتركها نعم. مفاجأة لكم إن شاء الله، بما أنه عم تحكي عن الأثر الكبير. طيب ننتظر، يعني ننتظر بشغف هذا نعم. هذا العمل. طبعا الغناء الصوفي والموسيقى الصوفية منتشرة نعم. منتشرة في المغرب بشكل نعم. خاص يعني نعم. يعني والأثر الأندلسي فيها واضح صحيح. لمن تسمع؟ وكتبت حضرتك لصديقتنا المشتركة الفنانة الرائعة كريمة الصقلي. نعم، صديقة أولا أحييها من هذا نعم. البرنامج، وكنا اشتغلنا على بعض الأعمال التي تم عرضها في نعم. مهرجان فاس وفي غيرها نعم. وحتى في إسبانيا في إشبيليا، كنا في مدينة الزهراء نعم. وما شاء الله هي سيدة وفنانة خلوقة ومتألقة نعم. وتستحق كل عناية حقيقة من الأصوات البارزة والأصوات البلورية نعم. والشعر الصوفي هو الذي أعطاها ربما كذلك من خلال نشأتها، لأنها تربت نعم. في هذا الوسط نعم. أعطاها طاقة جديدة وألق، وأنا أستمع إليها طبعا، أستمع للسيدة فيروز، أحب جميع أستمع للسيدة أم كلثوم، لأن نعم. لها أغاني جميلة جدا صحيح. حديث الروح وغير ذلك، أستمع إلى محمد عبد الوهاب، أستمع إلى ما بعض الفنانين الطربيين اليوم نعم. طبعا وأعشق ما يكتبون وما ما 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 يغنون، أسمع إلى كاظم الساهر طبعا وشعر نزار قباني نعم. هذه كلها أسماء أحبها طبعا. أتمنى أن تسمع زينب أفلال من المغرب. نعم أعرفها وأتمنى لها كل خير إن شاء الله. وأنا أيضاً أنا بدي تسمع قصيدة كتبتها أنا وغنتها وهي محظوظة، وأنت محظوظ كمان هذا التعاون بين مغرب الأسرار ومشرق الأنوار. الله على كل حال، أنا محظوظ بهذا اللقاء وبمعرفتك وبقراءة أعمالك دكتور عبد الإله بن عرفة، شرفت بيت القصيد وسعدنا جدا بوجودك. وأنا أسعد وأشكرك على هذا البرنامج الذي يشرف حقيقة الثقافة والأدب ويحتفل بهما، وهو من المنابر الحرة القليلة في العالم العربي التي تفسح الباب أمام الأدباء والمثقفين والفنانين نعم. بصفة عامة. نعتز بك وبرأيك، ونشكر فريق العمل، المخرج علي حيدر، المنتجة غادة صالح، والشكر الأكبر دائما يبقى لمشاهدينا في كل أنحاء العالم. نلتقيكم الأسبوع المقبل على خير بإذن الله.